مرة رحت لعند دكتور أسنان، عندي سن مكسور من أكل القضامة، فقلت لها البنت بدي بدل السن، قالت لي إن بلان يعني زرع، قلت لها زرع، قالت لي بكلفك $5,000. قلت لها ليش $5,000؟ $5,000 بشتري مرسيدس جي كلاس. قالت لي هذا سعره. من هون اكتشفت انه نص الكنديين عايشين بسن واحد غالي، ولكن تأمين الصحة ببلاش بكذا، بس ما بيشمل الأسنان. يعني لولا ما التأمين الصحي ببلاش بكندا، كان أطباء كندا الأطباء عم يشتغلوا أوبر أو توصيل بيتزا. الله عز كندا ويخلي لنا كندا وحكومة كندا. صار كل ما واحد يفسي أو يوجع راسه يروح على المستشفى، مشان هيك بتلاقوا زحمة بالمستشفى ومواعيد، لأن تأمين صحي ببلاش. لو بفلوس تلاقي المستشفيات فاضية. الله عز كندا، الله عز كندا. السلام.